تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نكاح کے بعد کی دعا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسارة وهاجرة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يعقوب وراحيل عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا أيوب وليا عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وسفورة عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الصديقة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.